الشمس طالعة والقمر طق المطر على قطر والشمس طالعة والقمر طق المطر على قطر والشمس طالعة والقمر طق المطر على قطر والشمس طالعة والقمر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، نرحب بكم مشاهدينا الكرام في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي ترحيب، ونرحب أيضا بمستمعينا الكرام عبر تردد 97 FM. بداية نبارك لكم الحياة اللي نزل على قطار، نقول إن شاء الله أنها صيب نافع يا رب العالمين، ومبارك عليك الحياة ويا مرحبا بك أخوي سلطان. يا مرحبا بك يا أبو علي، أجواء جميلة وأمطار خير اليوم. القعان ان شاء الله بتروض الحين عندنا اليوم، دخلنا في المربعانيه. اي بالله اليوم دخلنا في المربعانيه. الله يعطيك الصحه والعافيه. حياكم الله مشاهدينا في حلقتنا اليوم، مواضيع متنوعه وضيوف متميزين الى جانب سلسله من التقارير التي تواكب ابرز الاحداث والفعاليات في الدوله وابرز ما في حلقه الليله. مركز نوماس ينظم عددا من الدورات بهدف تنميه النشء والشباب. كتاب مونديال العرب يوثق مشوار الاستعدادات القطرية لكأس العالم 2022. تدشين الخطة التدريبية للدبلوماسية العامة القطرية لشهر يناير 2023، وهذه أبرز العناوين يا أبو علي والكلمة عندك. عناوين مميزة إن شاء الله، حلقة ممتازة، ولكن أوضح لك أكيد للمشاهدين، يوم قلت لك اليوم دخلنا المربعانية، أجواء المربعانية المطر والبرد، ولا دخول المربعانية من تاريخ 7/12 دخلناه من أيام قبل اليوم الوطني. طبعا إلى موضوع آخر اللي هو موضوعنا الأول، حيث أعلنت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارة عن الخطة التدريبية للدبلوماسية العامة القطرية لشهر يناير 2023. نتابع معاكم التفاصيل في سياق التقرير التالي. شهدت المؤسسة العامة للحي الثقافي كتارا انعقاد مؤتمر صحفي لمركز كتارا للدبلوماسية العامة، وذلك للإعلان عن تدشين الخطة التدريبية للدبلوماسية العامة القطرية لشهر يناير 2023، وذلك في إطار جهودها في نشر الثقافة والوعي بأهمية الدبلوماسية العامة. الحملة هذه حملة تثقيفية معرفية، والهدف منها جذب الشباب للدبلوماسية العامة. طبعا التعرف على الفئة هذه من أهم النقاط المستهدفة، وإن شاء الرحمن تعالى خلال هالشهر ومن خلال عدسة تلفزيونكم إن شاء الله نقدر نوصل للشباب اللي عندهم رغبة في الدبلوماسية العامة، ونقدر إن شاء الله نساهم في بناء الهرم المعرفي عندهم والثقافي عندهم، وإن شاء الله نتعرف على هالشباب اللي عندهم رغبة أن يدخلوا في الدبلوماسية العامة وتخصصاتها، وإن شاء الله بعد نقدر إحنا نكون أحد الأسباب في بناء الناحية التعليمية والتأهيلية، ونوجههم إن شاء الله للمؤسسات المستهدفة، ويكونوا من المجموعة اللي ممكن يخدموا قطر في الدبلوماسية العامة. وتأتي هذه الخطوة لتعزيز الجهود التي تطلع بها كتارا في مجال الدبلوماسية الثقافية، وتتويجا لمبادراتها الإبداعية الخلاقة في توطيد التعاون الثقافي بين الدول وبناء جسور التواصل بين الشعوب. نعم مشاهدينا الكرام، ومن كتارا إلى مركز نوماس، حيث نظم مركز نوماس التابع لوزارة الثقافة عددا من الدورات الموجهة لليافعين
خلال الفترة المقبلة والتي تأتي بهدف تنمية النشء والشباب من خلال أنشطة ذات الصلة بالتراث والعادات الأصيلة لها القطر يا أبو فهد. الله يطرح فيهم البركة إن شاء الله وينشون النشء حسن. وللحديث عن هذه الدورات يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد صلاح المناعي مدير عام مركز نوماس. يا مرحبا ومسهلا بك يا أبو إبراهيم. الله يرحب بك أبو علي، ويا ليتك قلت أخوي صلاح أحسن من السيد صلاح. سيد صلاح للمشاهد ومهنيا، ولكن أنت أخو وخال وعاني وكل شيء، يعني ما خلا منك. الله يرحم والديك. والديك عليك زود يا أبو علي. في البداية لو نتكلم عن الدورات المقبلة التي سينظمها مركز نوماس، احنا الآن بعد ما نقول توقف بعد الكرنفال الكبير اللي عشناه كلنا مع بعض، أنا أشهد كأس العالم، فمركز نوماس مثل باقي المراكز والنوادي اللي استأنفت أنشطتها وبرامجها، صح، خصوصا ان احنا اخذنا إجازة طويلة والعيال صار لهم تقريبا ما يقارب شهر إجازة يتابعون أحداث كأس العالم. طبعا أبو إبراهيم الآن يعني يمكن مثل ما قلت شهر وعشنا فرحة وعشنا أجواء عالمية وخيالية، لا تلوم بعض أولياء الأمور اللي نسوا من بعض آليات التسجيل واللي بيرغب في التسجيل وشلون يسجل، نبي نذكرهم طبعا عن الآلية. آلية التسجيل جدا بسيطة احنا عندنا، ومهان تبارك على ما قالوا، أنا أشهد شيء بسيط، يا أنك أنت تسجل عن طريق الموقع الرسمي لمركز نوماس، نعم، أو من خلال الاتصال بالتلفون أو الحضور إلى مقر المركز اللي هو في الدفنة. يعني شروط، هل في شروط معينة يعني التسجيل أو مفتوح للعام؟ ما في أي شروط عندنا غير أنه ينطبق عليك أنه الفئة السنية، نعم، اللي هي من 8 إلى 14 سنة. نعم. زين، ما دامك ذكرت الفئات السنية من 8 إلى 14، لماذا استهدفتوا هذه الفئة بالذات اللي هي من 8 سنوات إلى 14 سنة؟ والله للأمانة اليوم الصباح كلمتني ولية أمر طالب تبي تسجله في الدورة وتقول لي أنا ولدي قاصر تقريبا حدود السنة. فالسبب الحقيقي لتحديد الفئة السنية بين 8 و14 سنة، إذا قلنا في من 8، لو تخيلنا أن الولد تحت 8 سنوات ما يستوعب التدريب أو ما يندمج مع أخوانه أو ما يندمج، صح، مثل ما قلت مع المدرب ويتم معه وممكن يشاغب المدرب وما يستفيد. فمن خلال تجربتنا احنا من سن 8 سنوات يبدأ يستوعب لما، نعم، يقول المدرب إيلس لا تحرك لا تخرب على غيرك، نضوج فكري شوي يكون، نعم، بالضبط. أما في خصوص الـ 14 سنة، بعد الـ 14 سنة وأنا بنقول احنا يعني كبير السن ما تقدر تعلمه، لكن يفترض أن في هذا السن يتلقاها من أقرب الناس له في البيت. ولكن أيضا ولك دع كلامك بالخير، يمكن يعني نقول في بعض أولياء الأمور خاصة الله يبيض وجهكم على هذا المركز اللي نقول في كل بيت راعي صنعة، يا راعي مقناص، يا راعي خيل، يا راعي بحر، يا راعي القطر، 99% المهن. ولكن أيضا انشغال أولياء الأمور في الوقت الحالي في سنين التالية مثل ما يقولون، يمكن هذا اللي خلاه المركز هذا قال بدال أنا أكون معاه وأنا مشغول بخليه مكمل. هذا يعني صراحة احنا نشكر عليه المسؤولين في الدولة اللي وعوا لهذه النقطة، انشغال أولياء الأمور، الأبهات، العمام، الخوال عن يعني خلنا نقول توجيه الأبناء، صح. فالدولة أنشأت هذا المركز وهو تابع وزارة الثقافة لي خلنا نقول ترسيخ هذا الشيء والمفهوم عند عيالنا الصغار. نعم. زين أبو إبراهيم، الحين لو نتكلم يعني إقبال الشباب وحرصهم على الدورات، خصوصا أنك تعلم العادات والتقاليد. أنا والله برجع للجزئية أخوي سلطان عن الدورات، لكن أنا أشوف قدامي في الشاشة هذه رحلة من رحلات البرية، صحيح، واللي هي تعتبر من أكثر الفعاليات إقبالا، خصوصا إحنا جايين الحين وقت موسم ربيع وتخييم، فهذه تنتج عن مثل ما نقول خلاصة لما الولد يتدرب على المقناص، على آداب المجلس، على الصقارة، ناخذه في رحلة من خلالها يقدر يمارس ويطبق فعليا، تلتق في ذهنه أكثر أيضا. بالضبط، أنت الآن تدرب نظريا، نعم، بعدين تنتقل إلى تطبيق عملي في المخيم البري اللي شفناه قبل شوي. الآن، نعم، نشوفهم يبنون بيت الشعر، ترى بيوت الشعر ما هم مثل الخيمة. أنا نشيت وفي جيلي كانت الخيام، الجيل اللي قبلنا أجدادنا كانوا بيت شعر، صحيح. ترى أنا ما عرفت بيت شعر أبني إلا على كبر،
يعني هذول محظوظين صراحه في مثل هذه المراكز انه يقدر يبني بيت الشعر وعدها صغير، مع ان الدارجه الان كلها مخيمات. احنا كلنا نتالم، ومثل ما قلت ابو علي الان هذه الشغله مثل ما نقول خلاص ما حد يمارسها. فالمركز الان موجود، احنا ما نقول لك تعلم على اساس انت تمارس هذه الشغله كل يوم، لكن لازم يكون عندك خلفيه، وعي وخلفيه بثقافتنا. احنا شفنا الان اللي صار في كاس العالم شلون قدرت قطر تنشر ثقافه الاعتزاز بالهويه. صح. وصراحه اللي صار في ختام التتويج سمو الامير البشت كرم ملك الكره اعز ما احنا نفتخر فيه اللي هو البشت. فالان احنا لو نشوف في كل دول العالم يسالون ايش هي ثقافتهم، ايش لبسهم، ايش يعني البشت لهم. فهذا الكلام نفسه احنا نطبقه عندنا. انتم يا عيال لازم تعتزون بهويتكم بداية من لبس ملابسنا. يعني احنا ما نسمح بعلي واخوي سلطان ما نسمح لأي طالب يدخل عندنا المركز الا لازم يكون يلبس اللبس القطري من القطرة والعقال والثوب. ما تقدر تدخل بدلة رياضية شيء ما يدخلها. فنخليك انت اول شيء تعرف ان هذه هويتك تزرع فيها. بالضبط. مجرد انك انت تشوف هذا العقال وهذا الثوب تقول هذا شنو هويتك طري. نعم. من لبسه قبل لا يتكلم يقف في منطوقه وتصرفاته وعاداته وتقاليده. الحين احنا لو ندخل على العرضه، خلينا نتكلم عن العرضه وعن فعاليه العرضه وشلون يتعلمون وشلون يرزفون من صحيح. من البدايه الى النهايه. صحيح. عرضه الدوره او دوره العرضه خلينا اقول واحده من الورش اللي قدمها او الدورات اللي قدمها مركز نوباس. كل الدورات لها مناهج مبسطه خلينا نقول تاسيسيه. صحيح. تبدأ اساسيات. بالضبط. تبدأ بجزء نظري، المدرب يعلمهم المسميات وهم في مكانهم، مسميات السيف، الهيمة، النزاع، الصفوف، الملقن، الصفوف. نعم بالضبط. وبعدين يبدأ في يعني الدورة مدة 4 أيام، يبدأ في اليوم الثاني يبدأ يعلمهم حركة الهيمة، وعقب بعدين خطوات، وعقب السيف، وعقب بس شوي شوي يعلمهم يمشون حتى في من غير ما يتحيلون. المرحلة الثانية اللي هي المتقدمة، بس أساس مثل ما قلت أخوي سلطان أن تعلم الولد الأساسيات. دخلوا معهم المعقودة ولا بس اللي بالسلاح في الـ في الـ في المتقدمة، في دورة المتقدمة بل يبدون. صحيح. زين الحين عندنا احنا ما شاء الله عليكم الحين تودونهم رحلات اسلوب سلطان يحقق معاك. ها سلطان يخطط على شيء. الحين عندكم العرضة. صحيح. عندكم الرحلة. نعم. عندكم تطبيق نظري وعملي. زين الحين لو نتكلم بعد يعني احنا الشيء الاساسي اللي هو دوره اداب المجلس. وهذا اللي يعني احنا متربين عليه من صغرنا، قبل ما كان عندنا لا معرض نوماس ولا شيء، نروح تعال قاعد عندي في المجلس. صحيح. تعال لا تطلع، تعال روح بطل الباب، ما في شباب مشغولين مثل الامور. الدنيا قبل ما كانت مشغول يعني الناس ما كانت مشغوله بهذه الطريقه. صحيح. صحيح. وكان اذا يشوفك جارك حتى يقول لك لا تسوي كذي يا يبا، تجود الدله وتجود الفنجان بهذه اليد. صحيح. وكان يساعدنا. صحيح. الحين تقولون عن هالدوره اللي تقدمونها. احنا مثل ما نقول احنا هالقطار عندنا الميالس بدارس. صحيح. نعم. يعني الميلس يتعلم منه الولد اول شيء يتحمل المسؤوليه، شلون يرحب بالضيف، ويكون فزعة حق أبوه وعمه وخاله اللي موجودين في المجلس. فتعتبر عندنا مثل ما قلت أنت في بداية الكلام أن دورة الأداب المجلس هي بوابة الدخول لمركز نوماس. أي شخص أو أي ولي أمر يبي يسجل ولده دائما نوجههم لأداب المجلس، لأن من خلال أداب المجلس بنقيم الولد هذا. صح. كيف تعامله مع المدربين، كيف تعامله مع الطلاب. وإذا كان لا سمح الله عنده نقص في تعامل مع كبير السن ولا مع طالب مثله في هذا، من خلال الدورة الأولى يكون اكتسب كل اللي واجب عليه أن يتعلمه. اللي لاحظته في الجيل الحالي وأكيد يمكن الأجيال السابقة، ولكن يمكن إحنا كنا يعني دائما مع شيباننا أو خوف يعني ما نتجرأ، لكن الجيل الحالي يحبون يعلمون بعضهم. يعني واحد يقول لا تسوي شيء ترى هي غلط، وتعلمها يوصل الرسالة. يمكن هذه الرسالة أيضا عندكم طلاب ما شاء الله عليهم، يعني تكتشف هذا الشخص قيادي من عدا صغير. صحيح. هذا الشخص يحب يتعلم. صحيح. هذا الشخص يحب يعلم. صحيح. وهذا اللي صار عندنا احنا خلال الدورات هذه، تبرز عندك مواهب. شوف هذا الولد يبين عليه القيادة، فسوينا لنا يعني مثل ما تقول خطة، استدرجنا هذين العيال انهم قلنا لهم تعال مدام انت عندك قدر على القيادة، ايش رايك تكون معنا في المركز؟ قال انا شو اسوي في المركز؟ قلت انت اليوم بتكون مساعد معي.
معاون. قال في ايش؟ قلت له في اداب المجلس، واللي يبرز فلوس قاره اقول له انت بتكون وياه مساعد صقار، واللي في ركوب الخيل، واللي وقدرنا نكون خط ثاني من المدربين. فصراحه عيالنا كل يوم نكتشف فيهم قدرات عجيبه ما شاء الله عندهم. زين يتحمس ابو حلي، ما يذكر اكله بالخير، يتحمس اذا شاف واحد في نفس سنه قاعد يتعلم وهذا يقول انا بيصير نفسه. صحيح، تلقاه يبدع ويصير، وشنو هدفه؟ يقول انا بيصير نفسه. وبعدين تروح للبيت تلقى مقابله طيب، تلقى يعني عقب ما تطلع تقول الله يرحم من رباك. أيوة. دائما كنت تقول حق تشوفه من حزن تربيته وحزن خلقه، ايش تقول؟ الله يرحم من رباك. تربيه. وتلقى المجلس نفس ما ذكرنا احنا، المجلس يعني علمنا كل شيء بصغرنا. صحيح. ما كانت عندنا لا مراكز يا ابو علي، قالها ابو ابراهيم، المجالس مدارس. أيوة، قال لك مدرسه فانت تتعلم فيها جميع اسلوب الحياه اذا جاز التعبير. واهم اهمها في يعني من الاهداف الرئيسيه في كل الدورات ان الولد هذا شلون يعتمد على نفسه، سواء في مجلس لو ما كان ابوه موجود عنده، لو طلع في مثل ما شفنا الرحلات البريه شلون يقدر يكون مسؤول عن نفسه. الان هو بعيد عن ابوه وعن اخوه العود ولا عن عمه خاله، الان هو مسؤول عن نفسه شلون يتصرف. نعم، في ركوب الخيل، في ركوب الهجن، في الصقاره. فهدف رئيسي عندنا شلون الولد يتعلم المسؤوليه ويتحمل انه مسؤول عن نفسه. ابو ابراهيم يعني نقول الان الدورات هذه انتم تمشون على معايير واعتبارات صحيح. تسندون عليها يعني هذه الدورات، ولا فقط مثل ما نقول ان عرضه كلنا عارفين العرضه، ولا من تطرق حق بعدين ملعبك اللي السباحه ما يبنى طاري السباحه عشان الشتاء، لكن من جهه هل المعايير موجوده ايضا باختيار هذه الدورات؟ احنا لو نرجع لاساسنا احنا ياسين نتكلم عن موروث وهويه، طبعا ما نقدر نقدم فيها ولا ناخر. صح. نرجع للعرضة الأساسية اللي كانوا يمارسونها أهلنا الأول، فهذا المنهج الحقيقي. لما تأسس المركز رجعوا لأهل الخبرة والمعرفة في كل ما يتعلق بالتراث القطري، سواء العرضة، سواء ركوب الخيل، الصقارة، المسميات، والهجن. فصار عندنا مجلس استشاري اختصاصه وضع منهج تغريبي، خلنا نقول بنسبة 90% لما كان يمارسه أبهاتنا ويدودنا قبل، وهذا الآن توارثناها من ابهاتنا نقلناها لعيالنا، وهذا اللي يصير الان عندنا. الحين لا نروح للسباحه صح؟ قبل السباحه لا قبل السباحه ابغي ابو ابراهيم ما دامنا ذكر العرضه وركوب الخيل والهجن، دائما نقول حق المشاهدين واولياء الامور والعيال الصغار في العرضه، خاصه في العرضه، في كل دوره او كل فعاليه لها اساسيات ابو ابراهيم. صحيح. انت تعرف الاساسيات، مثلا يعني مسكه الجامب اليسار، مسكه الاخطام، والاخطام يكون على اليسار، العصا على اليمين، هذه اساسيات. نعم. ولكن ايضا نقول ان كل شخص له فن وابداع. صحيح. يعني انا في العرضه بمسك الصف وبدش وبرزف، لكن في الرزيف يا اخي يمكن اسوي حركه حلوه ما حد ثاني يقدر يسويها، فهذا ابداع وفن. صحيح. لكن الاساسيات موجوده. نعم. في بعض الناس يقول لك لا هذه دخيله ولا هذه حركه جديده، لا هو اعتقد انها فن. لا هو هذا 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 ابداع. صح. وما تقدر تقول هذا شخص تميز عن شخص، هذا شخص عنده موهبة. صحيح. وهذا شخص عنده غدرة، هذا بيتم في الصف، وهذا طلع عنده سبحان الله ملكة الصوت، يطلع نزاع. صحيح. هذا شاعر، فكل واحد يبدع في مجاله. فعلا الحين ودنا القبة الحين هي على طول. زين الحين اشتى انت بتبتدي عندكم دورات السباحة. زين الآن احنا مثل ما كانوا أهلنا يعيشون الأول. نعم. لأن هي الاشتى يركزون على الجانب البري، مقناص والتخييم والى اخره. لما يطلع موسم الشتاء عندنا ويدخل موسم القيض ننتقل الى السباحه والغوص. الان احنا في الفتره الجايه هذه اقلب تركيزنا على دوره، يعني دورات الصقاره شغاله عندنا الان وفيها كثافه عدديه كبيره. ما شاء الله. ركوب الهجن، اداب المجلس طبعا هي مثل ما قلنا الدورات الاساسيه. نعم. الان بتشوف توجهنا انتقل صوب على ما قالوا الجانب البري. نعم. من يبدا القيض يشرف علينا شفنا شلينا اغراضنا ورحنا صوب محملنا. زين دوره متى لمتى؟ شهر كم؟ الان احنا باب التسجيل مفتوح لكل الدورات. الاسبوع الجاي اعتقد عندنا دوره اداب المجلس وعرضه وصقاره. اي كم في منتصف شهر واحد، في منتصف شهر واحد تقريبا. اي الاسبوع الاول من شهر واحد بيكون عندنا كل الدورات. أيه. موجوده متوفره ما شاء الله. الاسبوع الثاني بيكون عندنا زي. اول رحله بريه. زين الحين انا بسال عن طبيعه الدوره بالضبط، يعني في اداب المجلس كم اسبوع؟
الدورة ولا أغلب الدورات عندنا، أغلب الدورات تكون مدتها 4 أيام. إحنا نتكلم عن الدورات التأسيسية. نعم. الرحلة البرية مدتها يوم بليلة. فإذا قلت لي العرضة بقول لك 4 أيام، تبدأ 1، 2، 3، 4. إحنا حريصين أن ما نشغل الأولاد عن يوم الخميس، عن يوم الخميس، عن يعني يمعدتوا مع أهلهم. صح. فعندنا ما عدا الرحلة البرية هي اللي تكون من بعد صلاة الجمعة إلى يوم صلاة الظهر يوم السبت. زين أبو إبراهيم، تكلمنا يمكن الآن بشكل مفصل عيالنا الله يطرح فيهم البركة، ولكن أيضا ما ننسى إذا تكلمنا عن العين باقي العين الثانية. أكيد 100%. إحنا قسم الأخوات ما جبنا طاري، لكن يعتبر مثل ما قلت العين الثانية لمركز نواس. نعم. قسم متكامل يقدم خلنا نقول 90% من الدورات والورش مشابهة لورش اللي يقدمونها البنين. يعني البنات عندهم أداب المقعد، عندهم ديرتي بر وبحر، عندهم الخياطة، عندهم كور وإبرة، عندهم إعداد المنزل، الطباخ، إعداد الفوالة. فكل الدورات اللي يأخذونها عيالنا نفس الشيء حق بناتنا في قسم البنات. أشوف هادي بن علي، ولد علي بن هادي. نعم نعم، ما شاء الله، الله يطرح فيهم البركة. أيضا بعدين تعلمون يسوي القهوة ويحمس القهوة. في الرحلة هذه ايه؟ العيال يتعلمون أول شيء يطبغون الحياة البرية، تعرفون على المسميات، أهم شيء التضاريس، المنزل، المنزل. أنت جاي تبني بيت الشعر، صح، وين الهواء، وين تنزل، إيه، وين تبني بيتك، لازم ما تبني في وسط الروضة، في الطمانة تحت، لازم شاهد بمكان عدل، ما بتفتح وجهه شمال والذريبة. نعم بالضبط، وين تشب ضوك. يعني من الأشياء اللي جدا ممتعة أن إحنا نودي العيال الرحلة البرية، ما تقول أمسك الطم بيقول لك شنو الطم، صح، تعال بنخيط بيت الشعر، يقولك بيش تخيطه. يعني يرجع من الرحلة البرية صراحة حافظ مصطلحات ومعلومات. فالرحلة البرية تعتبر يعني ورشة متكاملة بالنسبة. وإبراهيم أنا بنشدك عن شيء، دائما أنا أكون يعني حريص في هالنقطة، دائما التأسيس حلو في كل شيء. نعم يا أخي، الأحلى المتابعة. الآن عيالكم اللي تخرجوا من 3 سنوات 4 سنوات، كان عمره 14، الآن يمكن 17 18، تخرج من ثانوية، تواجهونهم، يجونكم؟ شوف عندنا مسابقة اسمها سيف العقيد. سيف العقيد، نعم، هذه بعد ما تخلص كل الدورات، مسمى قوي بإبراهيم ما شاء الله. نعم، وجوائزها قوية وفيها كم كبير من التحدي يعني. وهو تصنف سيف العقيد الذهبي الفضي البرونزي، يعني عندك مجال. فالبطولة هذه بطولة سيف العقيد، من الأحقية يدخل فيها اللي حصل على كل الدورات. ما شاء الله، خلص كل الدورات، ركوب مقناص، أداب مجلس، الآن نبدأ نطبق عملي. شوط نخبة، خلاص مثل ما قلت شوط نخبة، نحطكم في أداب المجلس ولك دور، أنت راعي المجلس الآن، وشون بتضيف في نفس الكلام، بتكون صقار في نفس الكلام، تركب هجن، خيل، قوس، رماية. عندنا المدربين يقيمون، واللي ياخذ أعلى درجة تصنيف ودرجة يكون هو صاحب سيف، هو اللي يدخل. ها، هو اللي ياخذ السيف، هو ياخذ السيف. اه اوكي، مو بنت، لا تدخل لك الأحقية اذا اخذت كل الدورات، تملت كل الدورات عندك، تقول انا والله بسجل عندكم مسابقه سيف العقيد. ما راح تشارك في سيف العقيد الا انت مشارك في جميع الدورات. انا جاي في بالي انه ممكن انه ماخذ الدورات كلها بعدين تبتدي مره ثانيه معاه، او انه لا خلاص الحين خلصت نفسها. الان انت تقول انا جاهز اني اكون راعي ميلس، انا جاهز اني اكون صقار. نعم. انا جاهز اني اكون قيس، انا جاهز اني اكون خيال. نعم. رماي والى اخره. اقول لك تمام، نسجلك ويبدا العرض قدام المدربين، وتكون انت الصقار، ويبدون يسالونك ويغيمونك عليها، وفي النهايه تاخذ درجات وممكن تكون زين. ابو ابراهيم، كلمه توجهها لمشاهدينا بما انك مدير عام مركز نوماس، كلمه توجهها حق عيالنا، حق اولياء الامور، بما ان بدينا هذا الاسبوع الاول على قولتهم بعد كاس العالم. وانا ما رحت من العيال اللي بتوجه لهم الكلام. انا صراحه اوجه رساله لاولياء الامور، الاباء والامهات، ان عيالنا يطلع منهم شيء احنا ما نتخيله. صحيح. لكن محتاجين بعض الاهتمام البسيط. صح. اذا انت كنت اب مشغول، ولا انت كأم كنت مشغولة، الدولة ما قصرت وجدت مركز نوماس لتكملة الدور الاسري. نعم. فالمركز موجود، ممكن انك انت تسجل
ولدك او انت تسجلين بنتك او ولدك في المركز وياخذ الدورات هذه، وفي النهايه انت راح تشوفين او انت راح تشوف المردود الطيب واللي بتفتخر فيه ان الولد تعلمه من خلال مركز لوماس. نعم الله يطرح البركه في عيالنا، وان شاء الله ان اذا حد مشغول نفس ما ذكرت يعني انه يجيب ولده ويتعلم، يعني هذه يعني عادات وتقاليد عندنا، فواجب علينا احنا كاولياء امور او كاسر نعلم عيالنا اللي هم اولادنا وبناتنا. صح. نعلمهم كامل التعليم عن العادات والتقاليد في قطر. مشاهدينا الكرام، كان معنا السيد صلاح المناعي مدير عام مركز نوماس، شكرا لك. شكرا لكم. بيض الله وجهك وانا وسلطان ان شاء الله مشارك في سيف العقيد ان شاء الله. حياكم الله. الله يحييك ويبقيك. مشاهدينا ما زلنا مستمرين معاكم في برنامج تراحيب، لا تروحون بعيد، فاصل ورجع لكم، ابقوا معنا. الشمس طالعة والقمر طق المطر على قطر، والشمس طالعة والقمر طق المطر على قطر، والشمس طالعة والقمر طق المطر على قطر، الشمس طالعة والقمر. نعم مشاهدينا الكرام، بعد هذا الفاصل، رسخت دولة قطر مكانتها كإحدى أكثر الوجهات السياحية ذات الخيارات المتكاملة والمتنوعة، مستفيدة من طبيعتها الجغرافية الزاخرة بالشواطئ الممتدة والصحراء الخلابة وقائمة ثرية بالمناطق التراثية والثقافية. تفاصيل أكثر نتابعها في هذا التقرير. برمالها الذهبية وسواحلها الساحرة وتنوعها الجغرافي الفريد، رسخت دولة قطر مكانتها كإحدى أكثر الوجهات السياحية ذات الخيارات المتكاملة والمتنوعة، مستفيدة من طبيعتها الجغرافية الزاخرة بالشواطئ الممتدة والصحراء الخلابة وقائمة ثرية بالمناطق التراثية والثقافية التي تعكس طبيعة الحضارات التي توافدت عليها منذ عصور قديمة. وسجلت الدولة انتعاشا ملحوظا في قطاع السياحة خلال الفترة الحالية، وتسارعت وتيرة هذا الانتعاش مع ترحيب دولة قطر بالمزيد من زوارها القادمين من جميع أنحاء العالم لحضور كبرى البطولات الرياضية كأس العالم فيفا قطر 2022. واستقبلت قطر أكثر من مليون زائر منذ بداية العام وحتى أغسطس الماضي، وتهدف استراتيجية السياحة في الدولة إلى مضاعفة عدد الزوار 3 مرات بحلول عام 2030 إلى 6 ملايين زائر سنويا، مما يجعل قطر الوجهة الأسرع نموا في الشرق الأوسط، إضافة إلى زيادة الإنفاق الداخلي في الوجهات السياحية بمقدار 3 إلى 4 مرات، وزيادة مساهمة قطاع السفر والسياحة في الناتج المحلي الإجمالي من 7% إلى 12%، فضلاً عن مضاعفة فرص العمل في قطاع السياحة مع مواصلة الجهود لتعزيز مكانة قطر كوجهة عالمية رائدة في تميز الخدمة. وتعمل دولة قطر على تنفيذ العديد من المشاريع السياحية خلال الفترة الراهنة، ووضع خطط استثمارية واسعة ومتنوعة لتطوير القطاع السياحي بما يعزز مكانتها على خارطة السياحة العالمية وزيادة مساهمة القطاع في دعم الناتج المحلي الإجمالي. حلقة اليوم حلقة الإبداع، يعرض الكاتب الكتاب التوثيقي مونديال العرب مشوار الاستعدادات القطرية منذ نيل قطر
شرف استضافة مونديال 2022 بدءا من الإعلان عن لحظة الفوز في عام 2010 وحتى الأمتار الأخيرة قبل افتتاح كأس العالم قطر 2022 يا سلطان. نعم يا أبو علي، ويعتبر الإصدار توثيقا لحقبة تاريخية مهمة جدا في مسيرة الرياضة القطرية على المستوى العالمي، وما أنجزته دولة قطر من أعمال إنشائية وتطوير للبنية التحتية وغيرها من المجالات. والحديث عن الكتاب ومحتواه يسرنا أن نستضيف معنا في الاستوديو السيد علي حسين عبد الله، مؤلف الكتاب التوثيقي مونديال العرب. يا هلا ومرحبا فيك. يا هلا ومرحبا فيك، واتشرف أنا في وجودي معاكم ومع جمهور قناة الريان. أول شيء هذا الكتاب مخرج ساحب. كانك تشوف هذا الكتاب اللي هو مونديال العرب للكاتب علي حسين، قل لنا عن محتوى هذا الكتاب وسبب الإصدار. نعم طبعا، يعني هذه حقبة مهمة في تاريخ المنطقة وفي تاريخ قطر، يعني مش بس الرياضة، الرياضة، الثقافة، السياسة، الاقتصاد، الأمور الاجتماعية. فلذلك كان من الصعب أن احنا نتجاوز هذه المرحلة، العشر سنوات اللي سويناها في العشر سنوات، بشهادة الجميع أن ما أنجز في عشر سنوات هو يفترض أن يكون 40 سنة على الأقل. يعني نعم. قطر يمكن تجاوزت الزمن من خلال إنجاز كل ما تم إنجازه في فترة العشر أو 12 سنة. نعم. ما يساوي 40 سنة من عمر الشعوب. نعم. ولذلك عندما قالوا أن 200 مليار و 150 مليار وكذا. نعم. ترى 6 أو 7 مليار اللي صرفت على المنشآت. نعم. ولكن تحولت قطر إلى بلد آخر، إلى مدينة عصرية، مدينة يعني فيها رؤية، فيها استراتيجية، فيها بعد نظر. ولذلك بناء دولة بالكامل. نعم، تم بناء دولة بالكامل. لذلك يعني كأس العالم يعني أعاد بناء هذا البلد بشكل عصري. أنت شايف الجسور، الأنفاق. نعم. مش بس على حتى موضوع الطرق والمواصلات، حتى على مستوى المدارس، الجامعات، المستشفيات. كم مستشفى عندنا قبل، كم الحين، كم مركز صحي، وكم الآن. صحيح. فكل الأمور هذه اللي احنا سويناها كلها كانت على أساس أن لما يجون العالم في قطر، حدث كوني، حدث كل 4 سنوات يصير مرة، وهم معتبرين أن هالحدث يفترض ما يقام إلا في دولة هم يعتبرونها دولة متقدمة متطورة، مش دول العالم الثالث أو الدول النامية. لكن احنا قطر من خلال اللي سويناه أثبتنا للعالم أن احنا تجاوزنا كل خطوط الدول النامية. احنا يعني حضارة انطلقت من قطر 2022. صحيح. في حضارة جديدة للمنطقة بالكامل. نعم أبو حسين، مقطع كلامك يا أبو علي بخير. تم صرف ببذخ على المنشآت أيضا، الكواليتي المعمول به في قطر. نعم. الجودة ما تلقاها في أي مكان، وصديق للبيئة يعني، وأيضا صديق للبيئة. يعني سافرنا كل مكان، كلكم رحتوا الأماكن. صحيح. الأوروبية. نعم. حتى أرصفة الشوارع ما شاء الله، يعني شوارعنا على أعلى مستوى، يعني على أعلى مستوى من الجودة ومن التحمل. نعم. وأيضا من ناحية فقطر ولذلك كانوا مبهورين، هم مبهورين من كل حاجة. يعني دخل بنية المطار تحتية. نعم. شوارع، جسور، يعني أنت لو تلاحظ الحين في صحفهم وفي السنابات اللي يصورونها. نعم. على الفيسبوك، يعني يقارنون حتى القطارات، يقارنون حتى الباصات، يقارنون حتى أحدث مدينة تم عملها. نعم، إحنا يعني يمكن إذا كان الشيء يذكر، حتى على مستوى المطاعم والكافيتريات، ترى إحنا عندنا معايير معينة، موضوع. نعم. البلدية والتفتيش والأمور. صحيح. الصحية. نعم. مو بتعال وافتح لك مطعم ولا كوفي ولا. نعم. حاجة فيها معايير، لابد أن هذه الاشتراطات تكون موجودة. هذه كلها يعني ترى تكلفة، مفتشين، جماعة الصحة، أمور كثيرة تصير. بس هذه إذا أنت تبي ترتقي للمستوى اللي أنت وصلته، فكان لابد أن يعني هالمبالغ هذه تنصرف. ولكن وين انصرفت؟ في إقامة يعني بلد عصري. قطر سباغة، يعني هي في التعليم في مراكز متقدمة، الصحة اللهم لك الحمد، ترى احنا في مراكز متقدمة. نعم. وأهم نقطتين هذه. نعم. يا سلطان، اللي هو التعليم والصحة. نعم. ولكن الآن نشوف قطر مثل ما ذكر أخوي سلطان، يمكن. نعم. هلا المناظر اللي نشوفها يمكن المشاهد كان بيشوفها عقب 10 سنوات أو أكثر. إيه نعم. أنت لخصت العشر سنوات السابقة في الكتاب، أنت ما تكلمت عن مونديال العرب اللي بيقراه كعنوان،
كرة قدم فقط، ولكن انت دخلت فيه أكيد كل شيء من الألف إلى الياء. أكيد أنا يعني قلت على أساس أني أثري المكتبة الرياضية ويتم هذه إرث للأجيال، لأن هالبطولة يمكن مش في قطر، المنطقة العربية يمكن 100 سنة ما ترجع لها البطولة هذه. صح. فأنا حبيت أني أول شيء أوثق العشر سنوات والعمل الجبار اللي صار، وبعدين أوثق في كتاب ثاني الـ 64 مباراة والتتويج. تعرف يعني أنا كتابي الجديد إن شاء الله خلال أسبوعين بعد ما خلص من الإخوان مع وزارة الثقافة وأخذ الموافقات للطبع، يعني إجراءات روتينية. صحيح. يعني بادي أنا من عبقرية قميص سمو الأمير الوالد اللي أهداله سمو الأمير الافتتاح. صحيح. إلى بشت ميسي، فيعني ما بين قميص الوالد وبشت ميسي هناك قصص كثيرة جدا راح تنكتب. ورسائل. اي نعم، ورسائل كثيرة، لان قطر يعني ارسلت يعني بينت للعالم ان انا اوكي دولة متطورة، انظم كاس عالم، ولكن عندي قيم، عندي مبادئ، عندي عقيدة، عندي ثقافة، عندي هوية. عندي هوية. نعم، انت عندك في الدوحة 200 جنسية، يعني 200 هوية موجودة، احنا ولا رفضنا هوية واحدة. صح. نندمج مع كل هويات، بس يعني هويتنا ما تذوب فيها، تندمج تتعايش معاهم، لكن أن هويتك تذوب فيها الهويات أبدا ما صار هالشيء. نعم. يعني بو حسين ما شاء الله ترى كتاب جدا ثري صراحة. أنا قاعد أطالع الكتاب وأشوف عضة سواريز يعني على كليني في 2014. نعم. أيضا لاحظنا صور غير ملونة بالأبيض والأسود. أي نعم، هذه الحرب اللي صارت بين هندوراس وسلفادور. نعم. يعني بعض القصص عندك الله يرحمه الشهيد فهد الأحمد يوم نزل وألغى الهدف الثالث حق منتخب فرنسا. صحيح. نعم. عندك نطحة زيدان، هذه من الـ يعني الأحداث. أي من الأحداث اللي ما تنسى على في كأس العالم. نعم. عندك مثلا لمسة اليد الجول مال مارادونا. مارادونا نعم. وعقب راح تونس واعتذر حق الحكم التونسي وأهدى قميصه. في شوية قصص أنا حبيت أحطها في بداية الكتاب. ما شاء الله، يعني الحفل المبهر. نعم. أيضا لحظة الاستضافة، لحظة إعلان بلاتر. نعم. فرحة الجمهور في سوق واقف وفي الكرنيش يوم الحفل، كل الأمور هذه. لذلك يعني سيدي سمو الأمير كان دائما يقول أنه بيكون مونديال استثنائي. صحيح. لذلك أنا اخترت عبارة مع مونديال العرب، استثنائية أمير وإعجاز شعب. يعني استثنائية الأمير، أنا سمو الأمير لما وإعجازية حدث. إعجازية حدث. أيوة. هذه سؤالي القادم أنا أصلاً عن الصفحة الأخيرة. هنا عندك إعجاز شعب. إعجاز شعب، وهني في الأخير مكتوب. صحيح. عن إعجازية حدث. هو إعجازية الكل تكلم عنه فيها. الكل يقول الله يعين اللي بينظم عقب قطر. نعم. وانت شوف اللي عقب قطر منه، يعني ثلاث دوار عبارة عن ثلاث قارات، لما تكلم عن أمريكا أو كندا أو المكسيك، هذه كل واحدة قارة. صح. كل واحدة قارة. فأنت شوف دولة كان يقولون عنها صغيرة وعدد محدود. نعم. من الشعب وكذا، نظمنا بهل كواليتي، بهل يعني الفخامة اللي الناس شافوها. يعني حتى أهلنا جماعتنا اللي كانوا في الكويت، في البحرين، في الإمارات، جاءوا الدوحة مو مصدقين. يا أخي إحنا يعني ما شور، بس أحد أعضاء السناتور قال إحنا نطلب المشورة من قطر في كيف تم عمل تنظيم. نعم. بهذا الشكل المبهر في دولة صغيرة. في قطر نطلب مساعدتهم في تنظيم المحفل القادم. ما خلينا شيء، حتى يعني حتى على من ناحية التغطية الإعلامية، يعني عندي أصدقاء في المغرب، في تونس، في الجزائر، يقول يا أخي إحنا ننام والتلفزيون شغال على برامج قطر، أما قناة الريان أو تلفزيون قطر أو البي إن سبورت، قناة الكاس، نصحى نشوف البرامج هذه شغالة. نرجع إنه يقول يا أخي أنت 24 ساعة قطر. هذه إمبراطورية إعلامية. قطر ما تركت شيء للصدفة، كل شيء يعني بالاحتراف، وكل شيء في رؤية، في استراتيجية شغالين عليها. وهذه سر النجاح. والسر الأكبر أن الكل متفت حول القيادة. ترى اللي صار هذه الحب الكبير، حب الناس حق البلد، حق القيادة، التفافهم حول القيادة، هذه اللي خلى العالم يشوفون ايش قاعد يسوي قطر. عندها العدد البسيط، ولكن الحب للوطن، الولاء للوطن، هو اللي خلى الإعجاز اللي صار. هذه اللي صار مو بشيء بسيط. صح. شيء من الناس تحب المكان، موضوع أن الناس تفتح بيوتها، ميالسها، تدخل لضيوف. الأرجنتينيين كثير منهم توقعوا أن ما راح منتخبهم يوصل ويطلعون، خلصت فلوسهم، انتهت حجوزاتهم في الفنادق،
هالقطار فتحوا لهم ابوابهم تفضلوا وحياكم دخلوهم الميالس. انا زرت اكثر من بيت يعني من ضمنهم بيت الدكتوره وفاء اليزيدي اللي هي كان عندها تقريبا من 30 الى 35 واحده من الارجنتينيات اللي كانوا معاها غدا وعشاء وفطور وتوفر لهم مواصلات بس لان تبي تقول لهم ان احنا ها انتم يعني ضيوفنا. يوم سمو الامير قال لنا قلوبنا مفتوحه لكم قبل بيوت قبل بيوتنا ففعلا هم في قلوبنا حتى لو البيت ما يشيل هالعدد لكن القلب وسيع ويشيل. استاذ علي انا بقول شيء يعني ذكرني في الجمهور والله الارجنتيني اقول له انا قبل الهوى قلت له هو كان الله يعطيه الصحه والعافيه مع اخوانه المراسلين الله يبيض وجيههم من جميع القنوات اقول انت اختلطت مع الجماهير وش الجمهور اللي يعني تميز عندك؟ قال الجمهور الارجنتيني باخلاقهم وبلطفهم يعني ايضا منظمين يعني نشوف على عددهم اللي تجمع ابو علي قبل المباراه الاخيره وحسين 70,000 هنا عندك 70,000 تسكر سوق وقت من راس عشير لين مشيرب ايضا ايش صار؟ والله يقول لي رجل قال لي يا اخي هذول منظمين يقول بس اشر له يقول لي يمشي يقول لي ما يعيد حركته يقول ويروحون يقول بعدين قال لهم هاي الاماكن المخصص شوف لانك انت فرضت عليهم ثقافتك صح لذلك يعني ما فرضتم عليهم هاي احترموا ثقافتك ولذلك انت في الدوري المحلي لما تشوف انجلترا ولا المانيا يمكن بين ناديين ضرب وهوا شوف القطار ويكسروا الملعب نهائي دوري اوروبا بين ريال مدريد وليفربول اي نعم وشفنا ايش اللي صار برا الملعب وداخل الملعب صحيح ولكن في قطر اختلطت كل الالوان البرازيلي مع الارجنتيني مع المغربي كل الالوان لكن الكل كان متعايش مع الثاني لان يعني احنا اثبتنا لهم احنا شعب مضياف شعب ودود شعب يعني يحب الناس عكس ما كانوا يسمعون عن القطري او عن العربي او عن المسلم وعن منطقتنا لان كل الافكار اللي كانت توصلهم افكار كلها مغلوطه وكلها سلبيه جو هني يعني اذا جو اذا كان عددهم مليون ونص اعتقد احنا كسبنا مليون ونص سفير كل من راح يكلم عياله صحيح. يكلم اصدقائه زملائه في العمل يقول له وش شاف في قطر وهذه يعني الاوروبي يقدر يمشي 3 الفجر يتمشى بروحه في السوق ولا يرجع مشي لفندقه ولا حاجه ما يقدر ما نكذب على في السوق صحيح. صحيح احنا هني حتى الحرمه بروحه تروح هذه فالحمد لله رب العالمين هذه نعم رب العالمين وهذه النقطه اللي كنت ابغى اكلمك عليها وبكلم عليها لكن الأزهري منتجنا الله يعطيه الصحة والعافية قال اطلعوا فاصل عقب كملوا سوالفكم وهو من أيضا الجنود اللي بذلوا جهد في خلال كأس العالم يبدو تكلمنا وايد فأزعج لا بالعكس متعود شهر كامل ما رقد الظاهر طبعا مشاهدينا راح نطلع معاكم هالفاصل ونرجع نكمل ترحيب مع الأستاذ علي ابقوا معنا نعم مشاهدينا الكرام مرحبا فيكم مرة أخرى بعد هذا الفاصل وأيضا نرحب بضيفنا الكاتب التوثيقي لمونديال العرب علي حسين عبد الله يا أهلا ومرحبا فيك مرة أخرى يا أهلا ومرحبا يا مرحبا أبو حسين يمكن ذكرنا قبل الفاصل وتكلمنا عن بعض المقتطفات اللي في الكتب هنا عادة الكتب الرياضية أو اللي بيوثقون فيها مونديالات يكتب لك عن منتخب يكتب لك عن أهداف يكتب لك عن لعيبة يقارن بك بمونديال بمونديال ولكن يمكن أنت خرجت خارج الصندوق بحث عن أشياء يمكن المشاهد يحب أنه يدور في مثل هذه نفس حادثة هدف مارادونا باليد اي نعم وعقب مارادونا راح تونس واعتذر من الحكم واهدى قميص نعم. ايضا يعني في كل الاحداث هذه اول مره اسمع بها نبحت زيدان شهيره سرقت كاس العالم يعني شوف 1966 وبيضاني اللي كنا ننظر فيها المثل في الامن وكذا نعم. باقي الكاس من عندهم عقب رجع الكاس هذه القصه هذه محطوطه يعني انا حاط نعم. حوالي 15 قصه في الكتاب توثق كاس يعني البطولات اللي راحت واهم القصص اللي فيها ولكن ان شاء الله الكتاب الجاي راح تكون فيه قصص اجمل قصص يعني تلامس المشاعر كثير من القصص اللي شفناها في قطر يعني سمو ولي عهد السعوديه ودخل الملعب وهو لابس الوشاح القطري نعم. سمو الامير المفدى وهو يشجع المنتخبات العربيه. سمو الامير الوالد وصاحبه السمو الشيخه موزه وهم موجودين يعني مع الجماهير العربيه كثير من الاشياء هذه ما راح تفوت في التوثيق الجديد على اساس عيالنا وعيال عيالنا يعرفون شو اللي صار عندنا ليش هذه حدث كوني ليش العالم
العالم كلها يعني ما نقول العالم كلها لكن الغرب اللي متغطرس وشايف نفسه انه هو يعني توب على الناس ليش حارب قطر وبشراسة خاصة قبل لا تبدأ البطولة بفترة وان قطر وقطر وقطر والعرب وكذا فاحنا الحمد لله ردينا عليهم يعني رد يعني راقي جدا اكيد هم ساروا وهم اللي دافعون عنا نعم. اللي موجود في الدوحة يوم حد يكلمه ولا يقول له وش رايك يقول له رايه يعني بكل صراحة فهذاك يخجل من نفسه على الكلام اللي قاله قبل وإيش قاعد يسمع الحين فالحمد صحيح. لله رب العالمين إن يعني أرض الواقع هي اللي غيرت كل هالمفاهيم هذه وهالمفاهيم يعني إحنا اللي نعتبره جزء من الإرث حق المنطقة أن يا جماعة الخير ترى إحنا مو بناس فوضويين إحنا مو بناس ما لنا تاريخ ما لنا حضارة إحنا مو بناس عايشين على هامش الحياة لا لا إحنا لنا تاريخ لنا حضارة حتى الجماعات الأمريكية والجماعات الأوروبية نعم الجماعات الأمريكية والأوروبية يوم تتخلى في البداية تلاقي صور العرب والمسلمين هذ علماء اخترعوا الكثير من الأمور العلمية أبو حسين صراحة المونديال كان بشكل استثنائي الإعلام قدام عيني هنا في سوق واقف وهو اللي كان يرد قدام عيني يسجلون وشوفهم يتكلمون لا تصدقون ماذا يقال عن قطر أنا هنا في أأمن بلد ندخل وسط الزحمة ما عندنا شيء ما عندنا مسروقات ما شفنا ناس تطلب وشفنا شعب مضياف الناس توزع الأكل والهاي بلاش ونشوف الشرطة منظمين ومحترمين وشفت عمرهم ما تعاملوا معنا بالعنف اللي ضيع موبايل واللي ضيع نعم. المحفظة واللي نعم. ضيع حاجة وكيف انه هو يقول انا جيت لقيتها في نفس المكان او ان الناس ماخذينها ويدورون عليه يعني الحمد لله رب العالمين هذه يعني شيء نفتخر فيه هذه ترى اخلاق هذه تربية هذه هذا ديننا هذا اللي حط علينا ديننا يعني لاحظنا اكثر من 3000 شخص اعتنق الاسلام ولله الحمد يعني هذه كلها بحسن المعاملة وحسن الاخلاق اكيد انتم تكلمتوا يمكن في نطاق يمكن ألخصه في كلمة اللهم لك الحمد مثل ما قلتوا الدين الأخلاق الهوية التربية كلها اجتمعت الآن الشعب القطري وشيبان أجع ربي طول في عمرهم أمهات الله يخليهم ويغفر اللي مات منهم عيالنا وبناتنا أيضا الله يبارك فيهم ما كان عندهم تصنع لاحظنا في مبادرات سواء كانت شبابية أو عيال صغار أو مؤسسات أو مراكز يعني ولكن إنها وصلت الرسائل اللي عند بيته يوزع ترى اللي ترى العيال يوزعون ترى اللي يوزعون حلاوة إيه هاي في سوق واقف في درب الوسيط ترى هذه وهذا يعني طبعك يعني أنت ما سويت شيء هذه طبع القطر يعني أنا ما بسوي دعاية ولكن في مرة من المرات عازم مجموعة من الشباب اللي جايين من الخليج وربع وقطعنا عنهم سنين فعزمته في كتارة واحد المطاعم هناك عشان ما سوي دعاية وقاعد ورانا واحد من الاخوان هذي كانوا قاعدين قبلنا احنا 9 اشخاص شوي وهو قايم يقول لي الربع ترى حسابكم مدفوع ما يصير احنا 9 والمكان غالي قال ابو حسين ترى هذه عادة هالقطر قلت له والله خلاص سكتني ما اقدر اقول شيء جماعي بيض الله وجهك وربي كثر خيرك يقول هذه عادتنا يا اخي ترى هذه اسلوب هالقطر صح اقول لك ما فيها تصنع فالحمد لله رب العالمين ابو حسين في الختام كان ختامنا يعني انا تفاجات وانبهرت منه بتختم الحلقه لا الحلقه عقب هالسؤال اختمها الناس ما نقول الحلقه الاخيره يا سمو الامير الله يحفظه الشيخ تميم امين بن حمد الثاني لبس ميسي البشت انا صدمت قسما بالله قلت هذا احلى ابداع انا شفته في حياتي ان انا البسه البشت يعني المعرس وهو يستلم كاس العالم شبهها بالعروس اول حاجه احنا يعني الغتره والعقال والثوب هذه نلبسها في حياتنا العاديه صحيح نعم. ولكن البشت له رمزيه ما تلبسها في اي وقت تعرف متى نعم. تلبسها ومع من تلبس البشت ومو باي شخص يلبسها نعم. ولذلك يوم قدم له البشت يقدم له الرمزيه اللي موجوده عند هالقطر عند هالخليج الوطن العربي نعم. لان هذه الرداء هذه الغرب ما لقوا ثقرة واحدة شافوا شيء مبهر قاعد يسوونه قطر شيء خيال يعني عبقرية خدام نعم. فقال لك لا والله يمكن البشت قطة على شعار الأرجنتين ما هو احتفل بالبشت 3-4 دقائق استمروا في الملعب ساعة يحتفلون انت جاي على 3 دقائق لا وشفاف ما عليه ويفاجئونهم 20 لاعب اللي كبير ويجيهم الرد من الأرجنتينيين من ملعب نوسير على سوق واقف يدورون محلات البشوت خلصوا البشوت نشوف الصور للحين الفريق في الطياره حاطين صور البشوت والقطره والعقال بس مارادونا قطره وعقال وحاطينها في اكبر ميدان نعم. زين اصحاب الشأن
يردون عليكم. هذه السالفة نفس سالفة العمال ألمانيا وفرنسا وذيل يقول لك حقوق العمال. يبا هالعمال عندهم قنصليات، عندهم مكاتب، عندهم سفارات، عندهم دول تأمين صحي وأيضا يتكلمون عن عمالهم إذا كنتم تصادقين. ولكن الجماعة هذيل يقول لك الكلام مش صحيح، وهذيلك يقول وحطون أرقام خرافية وأرقام فلكية يوهمون الشعب، وأنا ما لومش الشعوب. نقدر حرقة قلبك وحرصك على بلادك. طبعا الأستاذ علي حسين عبد الله مؤلف الكتاب التوثيقي من ديال العرب لهنت، والله يبيض وجهك، وننتظر إن شاء الله النسخة الثانية. أكيد أتشرف أني أكون عندكم وأجيبكم نسخة ثانية، وأوعدكم إن شاء الله راح يكون كتاب توثيقي أنه يعني ما حد يمل منا إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا لك. شكرا أعزائي المشاهدين، وإلى هنا وصلنا لختام حلقة الليلة. فمان الله. فمان الله.